يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في رحلة جديدة من كنوزنا كنوزكم الأمثال الشعبية اللي تنقلنا وياكم من هالزمن إلى ذاك الزمان، نهديكم إياها من خلال برنامجكم ليوان بيت العثمان، واللي قدمه لكم أخوكم جمال الرضعان. مثلنا الأول يقول ضحك أبو السنتين وغشت أمه. ضحك كلمة فصيحة وهي معروفة، أبو السنتين لفظ عامية تعبر عن الجاهل أو الطفل اللي أتم عامين، أما غشت فهي جاية من الفعل الفصيح غشية ومعناه أغمي عليه، ومعنى ضحك الطفل ذو العامين فأغمي على أمه من الفرح يعني إن عادة إن الطفل يبدأ بالضحك والقهقهة من ينولد، يعني من يشيل صوابه شوية ولما تبرز ثناياه أسنانه الأمامية، أما لما يبلغ الطفل سنتين ويكون مكتمل أسنان ضحكة تتينن، طبعا نوصل مرحلة الكلام فضحكة تتينن. المثل إيش معناه؟ معناه إن الأم تفخر بعيالها حتى لو سووا شيء خفيف بسيط ما يضر، ايش دعوة مسوي صاروخ إلى ما يخالف، عند أمه مسوي شيء خطير تستانس له حتى لو كان شيء صغير ما ينذكر، ايش دعوة ضحك أبو سنتين وغشت أمه. ما قصر عبد اللطيف، ما سوى شيء انت خالته، عاد هو ما يفكر يتزوج؟ لا والله كل ما سألته قال بعدين. وي شباب هالجيل غير. صح غير، بس الريال حلو يتزوج وهو صغير عشان عياله يكبرون معه. العيال مسؤولية، متى ما بغى مره يقول لك. فاجأ هنشوف تاليها معه. ليش هم كدرتش بشي بزعلتش؟ لا والله حسه بهالبيت يفرح القلب. ليه ضحك أبو السنتين غشت أمه. يلا عاد هذا عين السيح. الله يبلغك في معرس إن شاء الله. آمين ما عندي غيره. الضرس إليمن رقل من شلعته لابد، هذا مثلنا الثاني لحلقة اليوم. شنو يعني المثل هذا؟ أحسنت سلم، مشكور ما قصرت. الضرس إليمن رقل من شلعته لابد، يعني الضرس معروف وهو السن وهي كلمة فصيحة، إليمن أو ليمن حرفين مركبين من إلى ومن، إليمن أو ليمن ومعناهم أن لا من إذا صار الشيء الضرس إذا معناته إليمن صار الشيء هذا. كلمة رقل فهي من الفعل الفصيح أرقل ومعناها الإسراع في المشي، أما في اللهجة فلها معنى ثاني، رقل معناتها تخلخل واهتز، الضرس لمن رقل قام يرقل يتحرك معناتها اهتز. شلعته كلمة شلعته لمن رقل من شلعته، شلعته عامية تعني الخلع أو القلع باللهجة الكويتية، ومعنى المثل أن متى ما تخلخل الضرس وتحرك في مكانه
فلا بد من قلعه، لازم ينشال، لان الابقاء عليه معناته الابقاء على الالم. وهالمثل هذا ينقال لاي اثنين يتعكر صفة الود بينهم، زوجين، صديقين، شريكين، اختربت العلاقة بينهم وتنافروا فصار لابد من الفراق بينهم. يقول لك الضرس لما الرقل من شلعته لابد. وهذا يذكرني أن مغني الكويت رحمة الله عليه أوضوخي أبو فهمي غنى وقال: مغفر أنا أخطاك وحبك من ضميري انزاح، زهرية طيبة، مغفر أنا أخطاك وحبك من ضميري انزاح، من حيث جرح بقلبي ما برى وانزاح، نسيت ذاك الطرب ويا اللعب ومزاح، أنكرتني ليش؟ إش فعلت أنا من بد؟ من بين الرفاقة تحكي علي بد؟ الضرس لي من رقل من شلعته لابد، انظر إلى الغيب ليهب الشمال انزاح. سوينا جرت حق المحل بالكامل، والمنتلف عطيت ابو مشاري يبيع خرده، وسكرنا كل الحسابات، وهذه قسمتك من راس المال. لا 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 حبيبي، ما راح اخذ. ليش؟ بعطيك اياهم هديه مني لك، فيها شيء؟ والله ما ادري ايش اقول لك. مشكور. كلك خير وبركه مشكور، بس اللي اقصده لا بس ولا غيره، هذا اخر كلام عندي. زين، وهالمحل شو نسوي فيه؟ المحل طال عمرك الضرس اللي من رقل من شلعته لابد. كلام سليم وموزون. خبرك صاحبنا اللي تعرفه حقوتي انه راح يشتري المحل بسعر طيب. والله دام وصلنا لهالمكان انا معك. عين نتوكل على الله ونخلي تركيزنا بالمحل الجديد. تمام، والاغراض الزايده يا ادز الولد يوديهم المحل الثاني، ولا تدري شلون؟ اكلم بو مشاري اذا يبيهم ياخذهم. خوش فكره. توكلنا على الله؟ يلا. يلا. مثلنا الثالث لحلقة اليوم يقول: الضوء ما تارث إلا الرماد. الضوء كلمة فصيحة واصلها الضوء، وهني في المثل تنقال على النار باعتبارها مصدر للضوء، وتارث في اللهجة أصلها من الأصل العربي الفصيح يرث أو يورث، والميراث هو اللي يتركه الميت لأهله من ملك ومال بعد وفاته. ومعنى المثل إن النار بعد خمودها وانطفائها ما تترك إلا الرماد اللي ما ينفع ولا يفيد. والمثل هذا ينقال للرجل اللي ينشهر في صفة من الصفات، مثلاً الشجاعة، الكرم، إصابة الرأي، وبعدين يموت ويخلفه أولاده من عقبه، لكن للأسف أولاده ما يتصفون بنفس الصفات اللي كان يتصف فيها أبوهم، ما عندهم ما كان عند أبوهم، راح ذاك الريال اللي كانت صفاته طيبة، لكن للأسف النار ما تارث إلا الرماد. أقول يا أبو مشاري، سم، ذاك اليوم شايفك عند راس العاير مع واحد غريب، منو هذا؟ إيه هذا ولد المرحوم أبو مساعد. هذا مساعد؟ إيه ما شاء الله كبر. إيه كبر كبر كبر. إيه ما شاء الله، بس حسك يقول شيء ثاني. إيه الولد شوي عوي. عوي؟ لا لا يكون خارب. لا 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 لا، ما يتحمل مسؤولية ومأذي أمه. أفا طلع مو مثل أبوه. الضوء ما تارث إلا رماد.
اي والله صدقت صدقت. ما عليه ما عليه يتسنع علي. يتسنع. اصب لك ولا صب صب ولا صب. اصب لك بالمله اتوقع لا لا صب صب. ضربني وبكى وسبقني وشكى. هالمثل هذا من كثر ما هو بسيط وسهل متداول وموجود في عدة لهجات أخرى. عندنا هنا يقول ضربني وبكى وسبقني وشكى. شنو معناته المثل هذا؟ المثل بما معناه إن شخص هو اللي مرتكب الجريمة، هو اللي مسوي الغلط، هو اللي مسوي الشيء، ورايح شاكي على الشخص الثاني اللي ما تسبب فيها الجريمة ولا تسبب فيها الغلط، وطلع الإنسان صاحب الحق عليه الحق ويفوز عليه بالظليمة لأنه راح شكى قبل. يقول ضربني وبكى وسبقني وشكى، أنا راعي الحق شلون تسبقني أنت. المثل موجود في عدة لهجات، يؤدي من كثر ما هو لطيف يؤدي إلى عدة معاني، يتداول في الوطن العربي عندنا، فجميل جدا لأنه يبين أن الإنسان البسيط اللي ممكن أنه هو يسامح على الخطأ يلاقي الإنسان اللي مرتكب الخطأ رايح وهو شاكي عليه وماخذ منه الحق. وهذا للأسف قاعدين نشوفه هالأيام وايد يصير عندنا في زمننا هذا، لكن في ذاك الزمن أيضا كان موجود بس مو بهالكثرة. ضربني وبكى وسبقني وشكى. يا ابن الحلال شلون حاجيك وانت متلطم؟ عاد اقول فضيحه شو اسوي يعني؟ فضيحته؟ اي فضيحه انت مسوي شيء غلط يا اخي. قول لهم طايح. والله وين طايح يعني وين طايح؟ يا حجي انا ابي افهم هذا جليل الحيه شلون عينه قويه كذي؟ طقني وبكى سبقني واشتكى؟ والله لو انك دافر رمته احسن لك. أيوة على الاقل تكون تأدبته. ايوه بس السالفه ما تسوى. انا اللي بعرفه الحين. العسكر ايش قالوا لك؟ لا عسكر عسكر اقصد اقول لك رحت كتبت تعهد هناك. شلون كتبت تعهد وانت ما تقرا ولا تكتب؟ الصمت. وين ما في ازرق؟ لا من الشمس راح. حلو. إيه؟ احسن حل الحين تروح تبلغ عمه باللي صار. ايوه السالفه قضت. طالع قضت؟ تبي اقض راسك بالاستكانه الحين؟ تبي تهاوش؟ لا مو ابي تهاوش. الوقع تعهد. ليش؟ في احد يبي تعهد؟ ليش قاعد نقول لك روح قول حق عمه؟ عشان ياخذ حقك منه ولا تقعد كذي مطقوق وجهك اربع الوان. صح. يا سرور وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين لختام حلقتنا اليوم من الأمثال الكويتية الشعبية الجميلة اللي نتمنى أن تكون فيها لنا ولكم الحكمة والعبرة والمتعة والفائدة. الأمثال الشعبية الكويتية الجميلة اللي تذكرنا بماضينا الجميل وتعلمنا وتعلمكم لحياتنا وحياتكم إن شاء الله أشياء طيبة ومفيدة ومثمرة. ونقول لكم بندرت سفينتنا ورست في مراسيها وخلصت حلقتنا بكل ما فيها على وعد إن شاء الله أننا نلتقي معاكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة وبحث جديد عن كنز جديد من كنوز أمثالنا الشعبية الكويتية الجميلة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معانا من برنامجكم ليوان بيت العثمان مع أخوكم جمال الردهان. نشوفكم على خير إن شاء الله، ومؤقتاً نقول لكم إلى لقاء فما الله.